كما هو الحال في الأساطير الرافدية وسفر التكوين التوراتي، فإن القرآن يقرر بأنه في البدء لم يكن سوى الله والماء. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. قال نبي الإسلام محمد كما في صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. وفي حديث صححه الهيثمي والأرناؤوط سئل محمد: أنبئني عن كل شيء، فقال: كل شيء خلق من ماء. وكما تم فصل الماء إلى قسمين صار السماء والأرض كما جاء في الأساطير الرافدية وفي التوراة، فكذلك يقول القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. وكما أن السماء كانت قسما من الماء رفع. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقد استغرق خلق الأرض وتنظيمها 4 أيام من أيام الخلق الستة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وكما أن مردوه بعد أن خلق السماء والأرض التفت إلى خلق الأجرام المضيئة وخلق الشمس والقمر وجعله حلية وزينة، فكذلك القرآن يقول بعد الانتهاء من خلق السماوات والأرض: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. وكما استراح مردوخ في قصره وجلس على عرشه أمام بقية الآلهة التي احتفلت به كما ورد في اللوح 7 من ملحمة التكوين البابلية، وكما أن الرب في الرواية التوراتية استراح في اليوم 7 من جميع عمله الذي عمل، فكذلك الله في القرآن يستوي على العرش في اليوم 7. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا ما قالته الأساطير عن خلق الكون، فماذا يقول العلم اليوم؟ منذ أن أزاح كوبرنيكوس الأرض من مركز الكون في 15 الميلادي بدأت تتغير تدريجيا نظرة الإنسان إلى الكون، لتصل في عصرنا الحالي إلى انقلاب شامل يتصادم كليا مع اعتقادات القدماء وأساطير الشعوب. فأسطورة خلق الكون كما ترد في القرآن تجعل الأرض جزءا محوريا من الكون يقابل السماوات ويتطلب خلقه 4 أيام من الأيام 6، فيما أن الأرض ليست سوى كوكب يدور حول نجم هو الشمس، وهي ليست سوى واحدة من بين 100 مليار نجم في مجرتنا، وهذه المجرة بدورها ليست سوى واحدة من بين 100 مليار مجرة أخرى. وفيما يقول القرآن بأن الماء هو الموجود الأول ويؤكد الحديث النبوي أنه أصل كل شيء، يقول العلم بأن كل شيء قد بدأ من نقطة متناهية في الصغر عظيمة الكثافة حصل فيها انفجار عظيم مكونا الزمان والمكان وكل المادة والطاقة في الكون. أما خلق السماوات والأرض في 6 أيام فإن الانفجار العظيم قد حصل قبل 15 مليار عام، ولم تتكون الأرض إلا قبل نحو 5 مليارات عام. وحتى لو افترضنا بأن اليوم المذكور في القرآن لا يعني في زمنه اليوم المعروف عندنا، فإن آية في القرآن قد بينت أن اليوم عند الله 1000 سنة مما نعد، وعلى ذلك فأقصى ما يمكن الوصول إليه هو أن الأرض وفقا للقرآن قد تكونت
بعد 6000 عام فقط من الانفجار العظيم. وحتى لو تمادينا في الافتراض وقلنا بأن اليوم المذكور في الخلق هو فترة زمنية مفتوحة غير محددة، فإن القرآن قد بين أن خلق الأرض قد استغرق 4 أيام من الأيام 6، أي أكثر فترة الخلق، في حين أن الأرض لم يكن لها وجود في أكثر عمر الكون. أما الحديث النبوي الصحيح فقد كان صريحا، حيث بين أن أيام الخلق 6 هي ذاتها أيام الأسبوع. يقول محمد كما في صحيح مسلم، ثاني أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. ثم يقول القرآن بأنه بعد خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان فجعلها 7 سماوات، والدخان قد ذكر في الأساطير البابلية وتحديدا الآلهة ممر، الضباب المنتشر فوق المياه التي خلق منها كل شيء. وإذا افترضنا بأن هذا الدخان هو ذاته الغاز الذي تكون بعد الانفجار العظيم وتكونت منه المجرات بعد ذلك، فوفقا للآية فإن هذه المرحلة قد استمرت إلى ما بعد تكون الأرض، فيما يؤكد العلم بأن المرحلة الغازية قد امتدت ل300,000 عام فقط بعد الانفجار الكبير. ويقول القرآن أن معظم الكون قد تكون بعد الأرض، أما العلم فيؤكد أن النجوم والمجرات لم تبدأ بالتشكل إلا بعد 300 مليون عام من الانفجار، أما الأرض فقد تشكلت بعد 10 مليارات عام وبعد أن تشكل معظم الكون. المثير للتعجب أن بعض المسلمين اليوم كالدكتور زغلول النجار يروج لإعجاز علمي في ذات الآية التي عكست تماما الأسطورة الرافدية، وهي: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويزعمون بأنها تشير إلى الانفجار العظيم. هذا نموذج ممتاز لحقيقة ما يسمى بالإعجاز العلمي، وكيف أنه يقوم على التدليس وتحميل الآيات ما لا تحتمله وإخراجها من سياقيها الخاص والعام وعزلها عن القرائن الداخلية والخارجية. ولكن بغض النظر عن ذلك كله، لو أمكن للآية أن تحتمل نظرية الانفجار العظيم لكان يجب أن تكون أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه، أي لعاد الضمير إلى الرتق، ولكنها تقول ففتقناهما بصيغة المثنى، أي ففصلنا السماوات عن الأرض، فالفتح عائد إلى السماوات والأرض اللتين كانتا في حالة رتق أي التصاق. وهذا مطابق تماما للأسطورة البابلية أن السماء والأرض كانتا ماء ففصل مردوخ بينهما وجعل الماء العلوي سماء وجعل الماء السفلي أرضا، كما أن الآية بما فيها من صيغة التثنية تعني أن الأرض كانت موجودة مع السماوات منذ لحظة الفصل، فيما أن العلم يؤكد أن الأرض تشكلت بعد الانفجار العظيم ب10 مليارات سنة على الأقل، وبعد أن تكون القسم الأكبر من الكون، كما أن كلمة الانفجار تعني انتشار المادة من نقطة محددة بشكل شعاعي إلى مساحة أوسع، أما الفتق والشق فيعني أن يكون لدينا جسم ما فنقوم بفتقه أي شقه إلى جزئين كفتق الثوب، وهذا التشبيه يخالف معطيات نظرية الانفجار الكبير الذي أدى لانتشار الكون من نقطة متناهية في الصغر. وأخيرا يبدو أن مدعي الإعجاز قد تناسوا أن القرآن تحدث في آية أخرى عن مرحلة سبقت فتق السماوات والأرض، وهي الماء والذي منه خلق كل شيء كما يقول محمد، وعليه فإن الرتق المذكور في الآية هو الماء الذي فصل إلى قسمين علوي وسفلي، وصار القسم العلوي هو السماء والسفلي هو الأرض، في توافق تام مع الأساطير الرافدية وتناقض تام مع حقائق العلم الحديث.